وعدنا ومعي الاخبار الطيبه اللي بتبسط عند المشاهد. الخبر الاول، حولنا اول مبلغ يا جماعه من مبلغ تكلفه المسجد، واخر مقطع فقط زدنا 20,000 ريال على الميزانيه. شكرا. شرحت لكم ان كل مشترك جديد يطالعني الان اشترك بالقناه راح يكون كانه متبرع ب 10,000 لبناء المسجد، وكل 100,000 ب 10,000، وكل مليون بيتر. شرحنا كل شيء واضح ما يحتاج نعيد. المقطع الاخير بس زدنا يا جماعه 20,000 ريال بالرصيد، اللهم لك الحمد. وصل التوصيل يا جماعه الخير 70,000 ريال، وابشركم اني حجزت تذكره بعد العيد على طول على طول على موقع المسجد. راح اختار الارض بوثق لكم كل شيء باذن الله. ان كل شخص ساهم باشتراك او نشر او حتى اتمنى لكم ان رب العباد يكتب اجري لكم. شكرا يا جماعه. انا يا احمد اشكركم يا جماعه، والله لو اشكركم الين عيد الفطر الجاي ما راحوا فيكم حقكم. اسال الله ان يكتب اجركم. يشهد ربني مبسوط على حماسكم، وقاعد احاول اني اخلي الموضوع ينتج بشكل سريع، فابشروا بالتحديثات اول باول. كل مقطع بينزل لكم ابديت، والتحديث الجاي انا شخصيا راح اروح اشوف الارض وبتشوفون كل شيء معي. عموما ما راح اطل عليكم، تاكد ان كل الحسابات اللي عندك واللي حولك واللي جنبك ضاغطين على الاشتراك عشان نرفع المبلغ اكثر. ما راح اطل عليكم اكثر يا جماعه، كل عام وانتم بخير. وترى في 375 ريال جوائز من سامسونج عند ابو حميد، ما ادري وش السالفه. رامي سنعود بعد قليل. سنعود بعد قليل. بحط لكم يا جماعه بالوصف تحت فاتوره موبايلي سامسونج ماسترز، جوائزها لك اذا شاركت فيها بتكون دو ولعبه ببجي. 375,000 ريال مقدمه من اجهزه سامسونج المميزه، رابطها تحت شارك فيها وان شاء الله تفوزون يا جماعه. وظهر قدامكم يا اخوان جهاز سامسونج الجيمنج اللي يدعم 120 هرتز. انت بتخيل ان عندك جوال جيمنج وفيه 120 هرتز ويدعم 1 تيرا بايت تخزين، والجهاز نفسه فيه نظام تبريد، يعني وقت اللعب ما راح يطفى جوالك من الحراره وما راح تشيل هم الحراره، بالاضافه الى ميزه تعزيز الالعاب اللي تعطيك تجربه افضل داخل اللعبة. والمواصفات والميزات كثيرة ظاهرة أمام، وبتحصلون روابط كلها بالوصف. عدنا حياكم عزيزي المشاهد في مود جديد، ورجعنا لمودات، ومودنا اليوم غير. اليوم معانا 2 امبوستر مو بس واحد. جاهز ركان؟ جاهز. 1 2 3 تيمون وبومبا عزيزي المشاهد، ليتس جو. عندنا المواطنين قدامنا. تحية للمواطنين. لا 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 كذا كثير. طيب اشرح لكم، والله العظيم انه مود حلو ورهيب مره، واول مره اصور كذا. الخاصيه الاولى عند الامبوستر اول ما يبدا الجيم اذا قربوا من بعض يقدر تيمون يمتطي بومبا بهذه الطريقه. تيمون وبومبا لا تسوي شيء، اصبر راكان. قاعد تصبر راكان. لا ما تموتون. تيمون وبومبا اذا ركبوا بعض وصاروا بنفس الشخصيه يمديهم يدعسون اي صرصور قدامهم. ارجع ركان عطهم دعسه ثانيه. شوف كيف. اقدر انزل منه. طيب تيمون وبومبا عندهم خصائص، بحاول اعطيكم نبذه سريعه عنها. تيمون عنده خاصيه التراب. ابعد يا بومبا. التراب اذا دعسه صرصور جالس يتقدم مدعسه يبلع التراب، يصير ما يمدي يتحرك، ينحشر الوقت من الزمن. ممتاز ممتاز. يموت الظاهر. يموت. اوكي يا عيال يموت. التراب يذبح، طلع مو بسيط، اتوقع تضرب اجتماع على طول. المهم هذه الاولى. بومبا عطهم واحده من الخصائص. خذ هذه يا ابو نوح. شم ابعدوا 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 من المكان. لا ابعدوا يا عيال. طيب اصبر لحظة يا عيال. بومبا اذا جاء عندكم وطلع الريحة يطلع لك هيل فوقك، لازم تهرب. اذا حشرك بمكان وعطاك الريحة جي انت هالجيم خلاص جي. ممتاز. باقي على هذه الخصائص نشرحها بالجيم، ما ابغى احرقها الان. والعلم يا جماعة الخير ان اخر مقطع من امام وصل فوق 200,000 لايك واكثر من 1.5 مليون مشاهدة. شكرا لدعمكم، واكتبوا لنا افكار وابشروا بالمودات القوية. والان نستني بالله ونبدا المقطع اليوم. ليتس جو. ليتس جو. لا لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. مواطن ما يخالف. راضين 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 راضين. طيب عندنا مين؟ عندنا الامبوستر. صح انه 2 يا جماعة بس ايزي انك تمسكها. اعيد واقول، لانه اذا تحولوا بشخصية واحدة طرحهم بكل سهولة. طيب نمسكها ما تبغى تشتري وشو ما تبغى. يا رب. يا رب. يا رب انت انا صهيب. صهيب المعرك افضل لاعب امك في العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا 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 صهيب الفاطم
الله يعني خسرنا زبعي ريان خسرنا. عندنا ابو ملك طالع من رايح الاستوريج من النص، عندنا راكان فوق ريان معاه يمشون جنب بعض التوأم شكلهم من البوستر. يا سلام يا سلام اوتو ايوه ابو نوح ابو نوح ابو نوح تعال ابو نوح ابو نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وين ذا الطريق معه؟ فرجيك غرفة الاحترافات ابو نوح. ها أه؟ غرفة الاحترافات تعال تعال ابو نوح تعال. لا يا سلامي انا بتحول راح اتحول تعال تعال بدو مين ملك والله بدوكات لا اله الا الله. ابو نوح وين جاي ابو نوح؟ ابو نوح جاي ابو نوح ابو نوح تعال. ابوك الخنزير طقح الخنزير الخنزير شفت الخنزير خلني احد من الجهه الثانيه تعال. نرجع نتحول طبيعيين ونهرب من هون نهرب نرجع طبيعيين اذا ما احنا واحد نرجع. طيب جاسر مسوي يراقبني. طيب تعال جاسر انتي مو البومبا باب تقفل حق مدبي هنا ايش دم سمعت الصوت اوه 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 راكان شكل قاتل من مدبي اسلام فخ بس ما مات ولا في واحد مات في واحد مات بالفخ. السلام عليكم انا يا جماعه الخير سات. دخلت الميد بي لقيت جثه وجنبها مين فقدح يا صهيب. طيب فقدح رد فقدح رد يلا انا كنت معك ابو شايع نسوي هذا اللي صار صح يمين رياكتر اي كنت معي برياكتر صح. بعدها رحنا السكيورتي نشوف الكاميرات صح صح. طلعت بعدها عند الميد بي مقفل الباب وانت قاعد تشوف صح شايفك صح صح. دخلت حصلته عند شو اسمه هذا الشيء يسمونه دخلت ذبحته قدام عنده. مين لقيت عنده ما ادري ما والله ما اعرف مين اللي مات. ايوه فيها تراب اوكي جيت بحاول ما ادري يمكن في حركه اني فك التراب ما مات. اول ما طلعت اول ما طلعت هذا اللي قدامي صهيب. اوكي صهيب كان بالداخل ولا برا صهيب؟ لا هو برا برا كان صهيب. انا جاي من برا دخلت عليه لقيت الجثه ميته كان ميته ليش انه بتموت. اوكي 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 فقدح انت مواطن انت مواطن معليش انت مواطن بقول لكم ليه لان فقدح انا ومن يضرب الكاميرات كان واقف عند الباب وتو الجثه تو الباب يفتح يعني ما يمدي يتحول يحط فخ ويذبح ما يمدي بذي السرعه الفخ ياخذ 5 ثواني على بال ما يموت في الشخص. احنا جينا لقينا الجثه ميته لقيناها ماكوله وخالصه. فقدح مواطن بريء من هذه الذبحه. انا ما تبريني يا احمد راكان جنبك راكان حتى لو كنت جنبي في اثنين امبوستر ليش ابريك بس ببري فقدح. عندي انا من جهتي ابو نوح يمكن عندي ابديت انا في الجهه اللي تحت يمين تمام اوكي في اللعبه في الجهه تحت يمين انا شفت بومبا الكبير حاول يطقع علي بس فقعت اوكي تمام خذيت فره سريعه سريعه مره شفت على فرتي السريعه شخصين صهيب ورامي هذول اللي شفتهم ما شفت اي احد ثاني في الارجاء فبس صح هذا ابديت عندي بس ابديت ها. وفي كمان نقطه عندي كمان بالمكان اللي بتحكي عنه انت المكان شفتك فيه كنت ارقص لك وافرجيك فيه مكان ترى فيه بزاعه خضره هاي هاي شو هاي معناها في جثه هون ميته فهذا الجثه الثانيه ميته وين تحت الادمن يعني عندنا واحدة عند الادمن ريان 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 وينك ريان ريان وينك انا شو اسمه ذيك اللي تحت يسار دور عندي حد شافه هناك عيال دور انا حتى راحولي انا ريان ما عمري شفته اوكي حتى انا حتى أنا ريان ما شفته كنت تسوي المهمه اللي تحت مره دي. انا شفتك مره واحده بدايه الجيم اقصى اليمين بعدها ما شفتك سكيب سكيب سوس على ريان اوكي ايش عندي مهام انا ودي اسوي مهمه قدام واحد عشان يبريني بس ما عندي مهمه اقدر اسويها ريان ايش قاعد يلحقني خليه يبريني خليه يبريني تكفى يا احمد تبريني تكفى ريان قاعد يلحقني يا عيال ريان ورامي بيتحولون لازم ركان ما نذبحه انا اوقف على الكامات افيك افيك اشوف بدر قاعد بتابع معاي بيشوفني ان انا على الكامات ايوه ايوه بسم الله نروح نصلح ريان بيذبحني ريان بيذبحني هنا احمد يا رب يا رب استغل الفرصة يلا يما يما انا خايف انا خايف بمسكر عليك
وتقفل في البنك كلها احتمال تجيك بس ما ادري وين. توتر مليون توتر مليون. انا اطفي الكهرباء. السلام عليكم رامي. تحول تعال تحول 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 معي. ايوه تعال بتطيق تعال. ايوه انا بتحكم. ونوح ابلع هادي تعال يا شنق شنق اكس بونج شنق اكس بونج. الامبوستر وينه؟ ما اشوفهم يا عيال. لا 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 خوي. اول حرامي فقد حبرين اول حرامي فقد حبرين اول حرامي فقد حبرين. يا عيال انا بتكلم يا عيال احمد يا عيال تكفون تكفون يا عيال بتكلم يا عيال. لحظه تكفى بدر تكفى بدر تكفى بدر تكفى تكفى يا عيال. اقسم بالله اني شركت من الضحك قبل شوي والله الكعب اني شركت من الضحك. بقول لكم اللي صار. ها وشو في حاجه انتم ما تعرفونها ان المطرقه حق التيمون اذا ضرب فيها وخويه جنبه خويه يموت. اللي صار كنت قاعد اقول يا عيال وين الامبوستر الحين ما شفتهم الا شو يسوون بومبا جايني من تحت يركضون تسجيل دخول دعسوني حلو انا اندعست انزلوا علي اول ما نزلوا علي تيمون طلع المطرقه يبغى يضربني ويضرب بومبا خويه ويموت الامبوستر الثاني معناته عندنا امبوستر واحد الان ابو نوح ورامي وفقدح وانا اربع برين باقي الاثنين الحمير وكان ريان واحد منكم على اي اساس برين كلكم كلنا جنب بعض كلنا جنب بعض يا اخي يا اخي تكفى ماني دخان انا بريء مسكين يا عيال هو واحد منكم مو واحد منكم هو واحد منكم ها ابو نوح ابغى اقول لكم شيء لو انه ريان قد ريان وصهيب دخلوا معي في الالكتريك ومسكرين الباب يعني كانت في فرصه انهم يذبحوني بس اخوني طيب ها ما بقى الا واحد الان خسوا سكيب واحد هو حمر فم والله انه سهل خسوا يلا بسم الله الرحمن الرحيم قدر تبريني ترى بقى تيمون يا عيال تيمون يستخدم المطرقه حقته رب الكهف من جلط وشي انت تعلش يا عطين ريان متحول قدام انا شك على ريان انا عارف والله بدر بدر دقيقه دقيقه بدر بتعمل خذي حلو ايش تسوي ايش تسوي ادخل فنت لا لا وعد بحيه مين طلعت من انت واحد عندي فلاد من اوه طلع من فنت 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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد يا عيال احمد الحكري احمد الحكري احمد الحكري احمد الحكري من المطرقة يا عيال يا عيال قدام عيني قدام عيني يا احمد قدام عيني يبيك الاخوي يبيك شاكذابين اوكي 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 يا اخي بدر انت ابو نوح لا تروح يا عمر يا ابو نوح كذابين يا ياجوج ما ينفع تكذبوني احمد بدر ذكي الحياه ابو واحد بدر تروح كان يلحقني حلو سوى ميتك على طول سوى نفس وضعيته البريء السلام وش برا مين يلا يا ولا رقاب ريان برا برا احمد احمد وقده احمد ايش برا يا حمار برا برا ذبح خويك بالله يا ابو نوح فقدح انكم سبايك اقول بس انقلع انقلع والله مستحيل مستحيل Let's go. ملي معي. أدري حظي أعرف حظ. يا رب ربي برحمتك أستغيث يا رب الستر. أنا بومبا ورقات تيمون. أوكي 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 أوكي. راكان يرحم أمك. وينك يا حمار؟
اصبر ركان وينك يا اخي؟ ركان بيجيب العيد يا عيال صدقوني صدقوني، ركان بيجيب العيد يا عيال صدقوني، اعرف حمار. تعال 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 يا رب العالمين، الله الله اهدي قلبي لليقين، الله الله. تعال تعال، لا تذبحه لا تذبحه، تكفى تكفى لا تذبحه تكفى لا تذبحه. يا رب يا كريم، سبحوا استغفروا صلوا على النبي يا اخوان. بسم الله، هذه مهمة صعبة، والذي رفع السماء انها مهمة صعبة. تعال تعال معي، تعال اخلص اخلص، تعال تعال تعال. جنون، اركب 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 اركب. جاسر لازم يموت، جاسر لازم يموت، جاسر لازم يموت. الله هذا صحيب. اهلا وسهلا. ثلاثة ابرياء. خذ هذه. لا وكيف يا انا بالكيم، انا قاعد اناظر راس الكبوم بالكاميرات، اركب اركب ومستعد ابري الان. انا بري بنروح بس مش ما ادري بيت مين قاعد يردون. ثلاثه ماتوا ثلاثه. يا اوكي ثلاثه ميتين. طيب عندك شيء جاسر ولا اتكلم انا؟ لا لا قول قول انت. انا بالكامات اقدر ابري فقط رامي وفقدح بس لسبب واحد، شفتهم وقت ما كان البومبا وتيمون راكبين بعض. هذا شيء. ركان وين مكانك؟ انا سلمك الله يمين تحت لحالي، ما عندي احد في القاعه. احد شافه يا عيال؟ احد شافه؟ لا ما شفته. اصدق اني ما لمحت احد. ريان وين مكانك ريان؟ انا توني شاطف ابو ملك في الكامات، صح ولا لا ابو ملك؟ مات الله يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه. شلون؟ في الحشر الكبيره. مين؟ مين الحشر الكبيره؟ رامي رامي رامي. انا انا انا. انت صح كنت بالكمات. مو ولا قربت الكمات، انا تغلبت اسوي مهمات كلها. دقيقه دقيقه يا عيال عيال عيال، لازم نطلع الحين واحد لهم اثنين. جاسر انت ليش سويت امرجنسي ميتك بالضبط؟ وش شفت يا حبيبي؟ دعسنا في اللي فوق. طيب اعطي تحريات جاسر، اعطي تحريات. شك مين؟ عادي انا وحيد كنت اضمن ابو نوح، بس معي كندور نحاش نحاول. يا عيال احسهم ريان، يا عيال احسهم ريان وركان. يا عمي وين؟ لا 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 احمد بعد عني، تكفى يا عيال. انا قاعد اسوي مهمات يا ابي. ركان سويت مهمه؟ اسلاك خلصتها الثلاثه، ركزت على اسلاك هنا كلها حرفيا. ايش رايكم عيال؟ انا اقول نسوي سكيب ولا بنندعس؟ انهم دعسوني يا عيال صدقوني. ركان يا عيال خل نطلعه. لا 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 ما لي دخل احمد، ما لي دخل. ليش ما لك دخل؟ جاسر 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 اقص احمد، اذا بتبكي من ضبط يا عيال صص على احمد ورن صوت عليه. يا عيال طلعوا ركان صدقوني. ركان يا عيال يا عيال يا عيال، حطوا سكيب حطوا سكيب. ركان الامبراستر يا عيال، ركان ريان. لا حد يحبط، لا حد يحبط، لا حد يحبط، لا حد يحبط. انا صوت على ركان يا اخي، لعبه نظيف يا اخي. الله يقطع علي، يقطع ام السبايك. يعني اقسم بالله خمس سبايك. الله يسعدك يا فقدع يا اخي رجال، وشكرا يا رامي. الله يسعد ام مشينا فيلم يا عيال، مشينا فيلم مشينا فيلم. اوه والله مثلنا صح، والله ان مثلنا صح. رب الكعبه يا رب يا رب. اوه هذا جثث، جثث يا ريان، والله جثث، هذا جثث. ركان يجيني، ركان يجيني الحمار. تكفى ركان تعال، ركان تعال. يا ولد الوضع يخوف، رب الكعبه ابى ادخل اسوي مهامي. يا رب لك الحمد. جاسر ابى اعطيه الامان، ابى اعطي جاسر الامان. تعال 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 يا بقره، تعال تعال يا بقره يا بقرة، تعال يا بقرة. وين ركان؟ يا أخي ركان غبي مرة ما يجي معي. تعال 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 أخلص، تعال 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 هنا.
تكفى. اركب الفند. ادخل الفند. الله يا هو باي. اوه! شفتك تدخل الفند! شفتك تدخل الفند! روح هنا! يا احمد! البند منه! دعوزو! دعوزو! أنا مت. ذبحني 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 بالغلط. كيف ذبحني؟ بالله مين؟ الله دقيقة الله أنا مت. يا ساتر أنا مت. صالح صالح هسا دقيقة أنا رامي ضامنة 100% وراكا وأنا معاكم أنا وراكا جاهز. ذبحني بالغلط. اوكي خلاص ذبحني. انا مش عارف لمبوستر. ثواني لمبوستر 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 هيك هيك فازوا لانهم اثنين. شو ما صوتنا هم اثنين. لا هم اثنين هم اثنين. احنا لا واحد ويبقى يلا صوت معي صوت معي فقدح فايت يا ركان ركان صوت معي ركان. لا 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 الو ليش حطوني معاهم انا اللي بقالها ايش انت معاه اجل. لا 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 جاسم 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 100% رامي لا تسوي تك خلاص خلاص جاسم جاسم صوت على ركان بس صوت على ركان. جاسر جاسر الحين الحين هم الاثنين صوتوا عليه صح ولا لا؟ ايه واضح لكن الخير عند بوستر مع بعض. لا لا تفلسف لا تفلسف. جاسر انا وانت طول الوقت مع بعض. ركان لا تهبد ركان. انا ركان معي طول الجيم طول الجيم معي بسكرتي طول وقت ومعي بسكرتي. فتح فتح صوت صح خلاص الله يعطيك العافيه. مين بيصوت مين بيصوت ركان صوت صوت مين 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 انا انا بحط سكيب 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 تكفى جاسر. يا اخي يا اخي شكرا سكيب يا الله يا رامي انا اوريك يا لبوس. اسمع اربع بعض اروح كلهم بعض كلهم بعض خليك مع جاسر بحميك انا معك انا معك. يا عيال جاسر ما يدري ان ركان. طيب اللي ما يدري ايش صار عيال ركان عنده مطرقه تمام. المطرقه ضربها وقت انا ما نزلت من الحصان صارت غلطه منه فضربني انا. الامبوستر يقدر يضربني فهو ضربني وذبحني. بس خلينا نشوف ركان ايش بيسوي. ركان لازم تطفي كهرب تذبح واحد منهم تضرب اجتماع. هذه الخطه الصحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين. اللهم انت ربي اللهم انت ربي اللهم انت ربي. ياسر خليك معي جاسر تكفى. تعال انت وياه ورب الكعبة انكم زليتوا. اقسم برب الكعبة يا فقدح انك زليت. اوكي الله يوفقك ركان غدار بالكلب. طيب خذ هذه فقدح تعال ورب الكعبة انك زليت. دون عجاسة عادي عادي حتى يا ربي انا داري والله اني داري يا ربي. حفخ 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 هنا طبيعي طبيعي ركبني من الكلب. يا اخي يا جاسر لا 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 يا اخي لا الله يا ركب حاله. الو سامعيني انا قلت الاول الحمد لله اني بقيت بموت كنت بموت والله. جاسر ركان يا حمار قدام عيني قاعد تتحول قدام عيني والله. يا ركان يا عزب الحركة في تاريخ امون ركان يا ركان لا تسوي اجتماع يا الله توعى ركان ركان ركان. بص 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 يا عيال انا عندي كلام مهم دام الجيم انت هذا خلني اتكلم كلام في خاطري. اقسم بجلال الله ان ازبل لاعب ممكن يلعب امون قلنا ركان. ابى اقول لكم ليه. اسمعوا خذوا هذه مني. المشاهد ما يدري وما طلعت بالمقطع قبل لا يضرب اجتماع ركان يا جماعه الخير كان حاط فخ القمر رامي هذا رقم واحد. رقم اثنين ركان متحول قدام جاسر يا حمار. ما يخاف بسم الله. يا عيال انا سمعت شيء سمعتوه بالضبط وانا سمعت ايه سمعت ركان. انا سمعت ركان انا سمعت ركان يا ريال. طيب ميوت 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 ميوت. بسم الله بسم الله. هلا بدر هلا هدو الله الله يرضاك يا ما كلنا نسمعك كلنا نسمعك يا اخي بس يا الجميع يسمعك. ها ايه وينك كنت فيه وينك فيه؟ انا عندي جنين عندي جنين في الالكتريك.
عندنا مين؟ عندنا صهيب. صهيب الحالة يمشي لازم تمسك الكاميرا في بداية الجيم. عندنا هذا أبو نوح خفصانة حمراء. عندنا جاسر الصرصور ده مدري وشو. أوكي أوكي المهام قاعد تمشي. أبسوي مهام على السريع. بدي أخذ نظرة سريعة. كوميونيكيشن كوميونيكيشن تعال. إيه كوميونيكيشن تعال. كوميونيكيشن. أخرب الكوميونيكيشن. يلا يلا. لا ما يمديني خرب ما يمديني خرب الكوميونيكيشن. إيه إيه. أبلحق صهيب. أبلحق صهيب. صهيب صهيب هنا. خلنا. ركان اقسم بالله تعلم تزعل. تعال بقفل الباب. تعال تعال يلا يلا اصبر اصبر وينه. ها ما تقفل. خربت الالكتريك بالغلط. مين ذا الخرب الالكتريك؟ الله يلعب لي انا ما عرفت. تعال 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 سوى ساعة فيك مهمة فيك. كهرب طفت كهرب طفت. فقده شو تسوي هنا؟ اوكي ابو ملك صهيب ابو نوح راكان في احد مات؟ ريان وش دي يا ريان شفتي طلعت فوق تسوي مهمه؟ وينك؟ فيك مهمه تعال ها؟ ودي سكر الباب ونطقع. تعال 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 ايه ليه الكل هنا مع بعض؟ شو يمشوا كلهم مع بعض؟ اصبر 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 يا حمار ارجع 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 تعال 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 خل نروح مكان ثاني بدر ونسكر الباب ونطقع عليهم. يلا يلا راكان اقسم بالله بعطيك فلوس. هذا احمد يلا خنقفل خنقفل الباب. أقدر أسوي مهمة. أوكي. رامي. أوه. لا لا أحمد حرام يموت أول البداية يا حمار الله يكل عبليس. خنطاق عليه. هذه ما حبيتها. شكلها كان ريان لما. بدر بدر المبوستر. أصبر. دخلت البنت قدامه الله يقلعك. يا بنت بنت. بدر بدر أبو نوح أبو نوح أبو نوح. ابو نوح مين؟ الله ياخذك يا حليم. الله ياخذك. الله ياخذك. الله يقلع روحك يا اخي. يا فضيحه يا احمد. الدود الدود الدود. الله يقلع ام المنوبه يا شيخ. اقسم بالله انعم انهم سبايك ورب البيت. الله الله وش ذا الغبي يا ابو نوح انت كذا؟ طلع طلع بدر طلع بدر طلع بدر طلع بدر طلع بدر. اعوذ بالله. بدر بدر سلامات. ليش بدر ايش صار؟ ما ادري بدر قاعد يعني انا شفت احمد يدخل البنت. لا كلنا طلعوا 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 في واحد حكى صرخ واحد من الاثنين والثاني بريء. راكان متاكد؟ ايه اقسم بالله انه بوت. ريان ريان بطيب معك بطيب معك ريان ورب الكعبه. ها وينك تخفى؟ بسوي نفسي مجنون انا في الكتريك في الكتريك. طيب اسمع ابا اجمعهم وبقفل الباب وبطقع. حلوه ذي حلوه اقسم بالله تكفر كان. بقول لك وين اكثر عدد؟ ها اصبر ملحي اصبر لا نصرخ لا نصرخ عشان احمد لا يسمعنا في الغرفه. ريان ركان ريان ابو ملك مع بعض. رامي صهيب جاسر تكفر كان ابغى ضيقه كذا. ما في احد ما في احد ما في احد. اللايتات قفل اللايتات قفل اللايتات. روح كلهم تحول تحول كلهم كل اي احد في طريقك تحول بمبهم كلهم. اي اصبر اصبر بقفل الالكتريك وبطقع. اوكي اوكي حلو حلو اقسم بالله اقسم بالله جامده. بس انه ادخل الفنت اطلع من الفنت حق الالكتريك وطقع عشان ما حد يقدر يصلحها. دقيقه راكان دقيقه زني زني سكر الباب خذوا هذي. يلا اخوك يا حمار كلا كلا يلا يا غبي. والله انكتموا 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 العيال هنا. ركان 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 شافوني يحسبوني انا يحسبوني انا يحسبوني انا ورب المصحف. ايه تكفى كله من انت. اوكي 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 انا بريء قاعد اسوي سكان. امسك اللوك اماكنهم في الميد بي اللي في الميد بي مين؟ واحد في الميد بي احتمال يطلع من الفنت احتمال يطلع من الفنت احتمال يطلع من الفنت اللي بالالكتر كان احتمال انه هو المبوستر رجع كانه طبيعي الوضع. كا
كان قبل اطلعك ايش تبي تقول؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل تطلع يا اخي ريان يا اخي ابو ريان ابى برر وش ريان ايش هذا؟ انت طالع من دبي ايش؟ بالله خليه يتكلم وش طلعت من دبي؟ من اول انا اصبر يا جاسر اصبر تكلم يلا. بقول لكم يا عيال ابى اقول لكم احمد انت دخلت علي وش صار؟ شفت جثه صح؟ ايه طيب اسمح لي اقول لك ان انا تورطت، دخلت الالكتريك تقفل الباب علي حلو، واللمبات طبعا كانت طافيه، صلحت اللمبات، كان معي رامي، كان معي فقده ما ادري مين من الثاني الزبده، فجاه تقفل الابواب احمد حرفيا انت دخلت، واول ما دخلت دخل البوستر من الفنت. مين اللي كان معك ورا؟ كان رامي وفقده ومعنا ثالث وناسي منه. انا دخلت مع احمد لقيتك انت كان في دخان اخضر، كيف الريح استرشقت منيح؟ طيب لحظه صهيب انت دخلت معي صح؟ يا دخلت انت معك. مواطن 100% تمام 100% ودبر كمان ركز معي إيه؟ انا ركان كان يسوي بمهمه شو 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 يطلق صواريخ ومبين إيه؟ بيطلق صواريخ. طيب انا عندي تحليل، انا عندي تحليل، قبل لا اضرب الاجتماع وقبل لا يطفى الكهرب انا كذا بنفسي جاني كذا دقه، احمد شوف اللوج قبل اتحكم على الركان، رحت فتحت اللوج لقيت ان في واحد كان بالكامات في واحد كان بالمدبي فوق، فتوقعت 1% كذا توقع بسيط انه ممكن القاتل ما يكون ركان، يكون واحد صدق دخل بنزك ما قال ركان وطلع على المدبي. فجاسر بداية الاجتماع ايش قال؟ قال انا شفت ريان طالع من المدبي. ريان كنت طالع من المدبي صح؟ اي قاعد اسوي مهمة الاسكان. طيب وركانت تقول ان ريان ان في واحد دخل بنت صح؟ انا ما اي 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 بس طيب. ما ادري اذا طلع من المدبي. عندنا واحدة من ثنتين، يا اما ان القاتل راح للسكيورتي، يا اما القاتل راح للمدبي، يا اما جاسر يبغى يتهم ريان، يا اما ريان واحده من الثنتين. طيب صايب تبرر جاسر ما شفته، صايب تبرر جاسر. احمد انا كنت معك احمد يوم طلعت الريحه انا كنت معك صح ولا لا؟ انت كنت معي جاسر يوم ندخل صح؟ ايه كنت معك انا، انت جاي من تحت عندك شفنا كمات. الظاهر طلع من السكيورتي يا احمد. مستحيل لا 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 ما يمدي. جاسر كان معي، جاسر كان معي. ريان او ركان يعني ريان ركان بريء. انا هلا بخلص ركان بريء. ركان بريء انا مع ريان والله شايف من دبي، انا من دبي فوق. ادري خلينا نشوف شوف اي والله ليتس جو. لعبكم اخر ثانيه قلبت علي حبيبي انت والله مو منك من الدول اللي معك. إلى هنا يا جماعة الخير وصلنا لنهاية المقطع، وأعيد وأذكر البار ظاهر قدامكم، عند المشتركين ظاهر قدامكم. إذا أنت تطالعني الآن وعندك دقيقة من وقتك ممكن تعطينا إياها، أي حساب عندك في اليوتيوب مو مشترك في القناة تأكد أنه مشترك. يا إخوان يمدينا ندخل 8 مليون الأسبوع الجاي ونكمل 100,000 ريال، بس تأكد أنك مسوي حساب ومشترك في القناة. شكرا لكم ولدعمكم وأبشروا بالتوفيق أول بأول. فمان الله.